هل أضافت صفقة أمجد عطوان لهذا الفريق؟ شوف، يعني أمجد من اللاعبين المهمين على مستوى المنتخب الوطني والدوري العراقي، يعني وصل له كم سنة الأخيرة هو بالفورم، وأنا مع يعني إدارات الأندية اللي تعطي استحقاق للاعب. اليوم ما له دخل اللاعب يوقع 500 600 900، يعني هذا رزقه، اي رزقه، ما له دخل فيه. اليوم القيمة احنا، بس المهم يكون مثمر على أرض الملعب. أكيد أكيد. شوف، هو ما يقدر يصنع ذاك الفارق، يعني هو لا هو لاعب مهاجم محاسم حتى تبين بصمته بوقت مبكر ونقدر نحكم عليه نقول لك كان موفق او غير موفق. هو لاعب يعني ارتكاز مدافع، فيعني قيمته الفنيه مدرب اللي يعني يحس بها اكثر من متابع. بس مو غلط انه الفريق يستقطب لاعب على مستوى عالي ويطيل اموال، بما انه يعني احنا سمعنا تفاصيل كثيره وكابتن صفاء يمكن ما قبل يحكي بها. سمعنا احنا دعم طلال البلوشي،